ما يمثل العبور الأول من نوعه في تاريخ القناة لمواسير بأبعاد كبيرة يصل عددها إلى 12 ماسورة، نظراً للمزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة ولطبيعتها المنتظمة وقلة انحناءاتها، ما وفر السهولة والأمان لعملية عبور المواسير، حيث يصل طول ستة منها إلى 620 متراً بقطر 2.3 متر، الستة الأخرى يصل طولها إلى 500 متر بنفس القطر. استلزم إنجاح عملية العبور التوجيه والإرشاد بمجموعة من قاطرات هيئة قناة السويس، ولهذه الترتيبات والتدابير الملاحية المعقدة وما سبقها ولأحجام المواسير العملاقة، تعد عملية العبور هذه من التجارب غير التقليدية. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أشار إلى أن إجراءات رحلة العبور بدأت بطلب من التوكيل الملاحي بعبور المواسير لقناة السويس بدلاً من اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح لتوفر القناة 30 يوماً من زمن الرحلة، طلب استتبعه الدراسة من قبل خبراء الملاحة بهيئة قناة السويس أفادوا بدورهم بإمكانية العبور انطلاقاً من المزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة. عملية عبور المواسير العملاقة يمثل إضافة لقناة السويس ودورها في خدمة التجارة العالمية، لتظل القناة الخيار الأقصر والأسرع والأكثر أماناً لحركة التجارة بين الشرق والغرب مقارنة بغيرها من الطرق الملاحية البديلة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.